أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الجهود المتميزة للكوادر الوطنية في انجاح مختلف مسارات التنمية والتطوير واشاد سموه بإصرارها الدائم على التميز وبلوغ الغايات التي تعزز من رفعة ونماء المملكة لافتا سموه الى الحرص المستمر على مواصله الاستثمار في الكوادر الوطنيه وفتح آفاق التطوير والإبداع والابتكار أمامهم بما يسهم في تحقيق أهداف المسيره التنمويه الشامله بقيادة حضرة صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وقال سموه ان ما تحقق لمملكه البحرين من نجاحات عديده في مختلف المجالات كان للكوادر الوطنيه فيها بصمات جليه وادوار فاعله نفخر ونعتز بها ونتطلع لمواصلتهم العمل بروح الفريق الواحد لاستمرار تحقيق التطلعات والاهداف المنشوده مشيرا سموه الى ان تنفيذ كافه المشاريع والاستراتيجيات والخطط الحكوميه يتطلب مواصله تطوير اداء الكوادر الحكوميه عبر مختلف المبادرات والبرامج بما يعود بالخير والنماء على الجميع جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الإقضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء الدفعة التاسعة من منتسبي برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية حيث رحب سموه بهم معربا عن تهانيه لهم بمناسبة اختيارهم ضمن الدفعة التاسعة ومتمنيا لهم التوفيق والسداد مؤكدا اهميه الاستفاده من الخبرات والمهارات والمعارف التي يتيحها البرنامج لهم خلال فتره انتدابهم للعمل في مكتب رئيس مجلس الوزراء بما يسهم في تطوير مهاراتهم وخبرتهم وتحقيق اهداف البرنامج وبما ينعكس ايجابا على تطوير منظومه العمل الحكومي منوها سموه بجهود القائمين على برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنميه الكوادر الحكوميه ومتابعتهم المستمره التي تسهم في تحقيق الاهداف والتطلعات المرجوه من البرنامج من جانبهم اعرب منتسبو الدفعه التاسعه عن شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من حرص واهتمام دائم لتطوير وتمكين الكوادر الوطنيه وخلق الفرص الواعدة امامهم معاهدين سموه على العمل بروح الفريق الواحد من اجل نماء وتقدم مملكه البحرين.